السلام عليكم وتحية طيبة مني إليكم في هذا العدد والجزء الثاني من العدد الأول الخاص بالجنسية الفرنسية تحت ضوء القوانين والنصوص الجديدة. وفي هذا العدد بالتحديد وضعت لكم قائمة الوثائق المطلوبة في ملف طلب الجنسية الفرنسية عن طريق الإقامة بفرنسا. وهذه الوثائق بالتحديد متكونة، هذا الملف لطلب الجنسية عن طريق الإقامة يتكون كما تشاهدون من 15 وثيقة رسمية، يعني من 15 وثيقة عليك تحضيرها لتقديمها من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية عن طريق الإقامة بفرنسا. أول شيء المطلوب هو كما يقولوا استمارة طلب الجنسية الفرنسية، ومعروفة تحت عنوان أو تحت اسم سيرفا نيميرو 12 75 3 étoile 02، وهي على هذا الشكل بالتحديد. يعني لازم يكون عندك الفورمولير هذا نيميرو 12 753 étoile 02، والذي يمكنكم أن تقوموا يعني تقدروا تليشارجيه من الانترنت مباشرة، وعليكم الإمضاء عليه وملء جميع المعلومات بدون استثناء. يوما آخر إن شاء الله نديروا إن فيديو سبيسيال لكيفية ملء هذه الاستمارة. ثم عندنا دو فوتو ديدونتيتي، يعني صورتين شمسيتان، وهما يعني 35 سنتيم سور 45 سنتيم على هذا الشكل، يعني من جهة الأفقية 35 ملم ومن الأفقية 45 ملم. إذا كان أعطيت لهم صورة ليست بهذا المقاس فلا تعتبر صورة رسمية، ويمكنكم يعني تلقوا إشكال في هذا الشكل. ثم يأتي التمبر فيسكال دو 55 أورو، يعني لازم عليك أنك تدفع مبلغ في التمبر فيسكال. هذا التمبر يأتي على شكلين، يا إما على شكل انكيتانس كما راكم تشوفوها، يعني تروح إلى لا ديريكسيون دي زامبو وتخلصها سور بلاس ويعطيولك انكيتانس باللي خلصتها. هذه على كل حتى 255 225، هذه خاصة بالمقيمين، يعني اللي داروا الريسيبيسي حبوا يدمونديو ولا كارت، ولكن هي لازم لكم تاع 55 أورو. كاينه واحده اخرى تاع 55 أورو، وكاين كل هي بليزيور سيستم. واي او اذا كان ما تحصلتوش على هذه لاكيتونس تقدروا تشريو لي تامبر فيسكال، وهنا على كل حال 90 أورو 90 أورو، انتم لازم تاع 55 أورو، يعني هي دو سيستم بور بريباري فوتر تامبر. دونك عندنا ايضا نجيو الى النقطة الرابعة، وهي ان فوتوكوبي روكتو فيرسو دو فوتر تيتر دو سيجور، يعني بطاقة الإقامة لازم تكون على الجانبين، ولا داعي لما كان له نجيب نعطيكم من فوتو تشبالا، هذه معروفة ان كارت سيجور لازم تصورها من الجهة الأمامية ومن الجهة الخلفية. وعندنا أيضا جوستيفيكاتيف دو فوتر إيتا سيفيل إيد ناسيوناليتي. في هذا الشأن وضعت لكم هذه القائمة باش تقدروا تفهموا وتستوعبوا هذا الشكل. فيما يخص لي تاسيفي لازم عليك ان كوبي انتيغرال دو فوتر اكت دو نيسونس، و كيما يقولوا دو اتر ديليفري بار لوفيس دي تاسيفي دو ليو او لاكت دو نيسونس، يعني من طرف البلدية التي ولدت فيها، لازم تكون من طرف البلدية التي ولدت فيها. انديكي لي نون برينون دات ليو دو نيسونس دو فوتر بير بيان سور دو فو بير اي مير، يعني لازم يكون محطوطة فيها اسم ولقب الاب والام وتواريخ الازدياد تاعهم. سي تري امبورطون، سي تري امبورطون هذه شهادة ميلاد. ايضا دوكيمون رولاتيف او ليتا الور او دات ليو دو نيسونس سي نيسيسير تاع الزوجة، يعني إذا كان دو مارياج دو فو بير اي مير، باردون ماشي تاع الزوجة وإنما زواج الأب والأم، يعني يطلب لك أيضا شهادة وعقد الزواج للأب والأم لازم يكون تقدمه أيضا. كما يطلب منك في الحالة المدنية بعد تقدر تجيشتي في الحالة المدنية توت دوكيمون رولاتيف لما هو أصلك، بلدك الأصلي، شهادة الجنسية مثلا، باسبور جواز سفر لبلدك الحالي لانك تريد الحصول على جنسيه ثانيه، ولكن لازم تقدم البلد الاصلي تاعك، كوبي دو فوتر باسبور مثلا، كارت ديدونتيتي ترادوي لبلدك الاصلي، الى غير ذلك من الوثائق. طبعا نذهب مباشره الى رقم 6، يعني الوثيقه رقم 6 هي دوميسيل،
لازم عليك تجستيفي لي بابي لي دوكيمون وين راك دوميسيلي. اسكو وزيت في حالة ما اذا كان راك لوكاتير، اذا كان انت صاحب قمت بكراء بيت، لازم لي كونطرا دو لوكاسيون، لي تروا ديرني كيتونس دي لوايي، الثلاث تاع الخلاص اللي خلص بهم لوايي تاع الكراء، الديرنيير فاكتور دو تيليفون ولا تاع ليكتريسيتي ولا تاع الماء، المهم لي ديرنيير فاكتور الاواخر، الفاتورات الاواخر التي تمتلكها باسمك طبعا. تيتر دو روكتو فيرسو دي تيتر دي سوج دو فو بارون سي فو بارون اون شارج. مي اذا كان الاب والام راهم تحت كيما يقولوا تحت الرعايه تاعك، سونت على فوتر شارج لي بارون تاعك تاع الاب ولا الام، لازم عليك تقدم لهم لي تيتر دو سيجور، لي كوبي تاع لي تيتر دو سيجور تاعهم. واذا كان كنت صاحب شريط منزل او عقار، عليك ان تقدم لهم لاكت دو بروبريتي، ما تسحقش لي فاكتور هذو كاع، جوست تعطي لهم لاكت بروبريتي، هذا الشيء يؤكد انك صاحب ممتلكات عقاريه. في حاله ما اذا كان كنت ايباجي دوميسيلي عند شخص اخر، وانا لا انصح اي متتبع بان يقدم هذه الشهادات، يعني لازم من المستحسن تكون لوكاتير ولا بروبريتير. اما ايباجي فينقص امل الحصول على الجنسيه الفرنسيه، صدقوني في هذا الشان. ولكن اذا كنت بست راسك وحبيت تدفع الملف على اساس انك ايبرجي سي نوتر بيرسون، لازم عليك اون اتيستاسيون دي بيرجمون اللي يديرها لك صاحب البيت، جوستيفيكاتيف دو ليدونتيتي دو لا بيرسون، يعني الشخص اللي دار لك اتيستاسيون دي بيرجمون يعطيك كوبي دو سا كارت دو ريزيدونس سيجور تاعو من الجهه الاماميه والخلفيه، وايضا يعطيك يعطيك كوم يقولوا فاتورة الأخيرة بالنسبة الخاصة بالكهرباء تاعو ولا لاكيتونز الواي تاعو ولا أي شيء يثبت أنه يمتلك هذا العقار، سواء كان كاري ولا كان مالك لهذا العقار. طبعا ثم نمر إلى النقطة السابعة، هو لي ريسورس، لازم عليك جوستيفي لي ريسورس، ولا كما يقولوا لا نقاش في ذلك. و بور جوستيفي لي ريسورس تاعك اخي العزيز ولا اختي العزيزه، عندك عده امكانيات. اذا كنت خدام، يعني لازم اذا كنت عامل في يوم طلب للجنسيه، اولا يجب عليك ان تقدم سيرتيفيكا دو ترافاي تاعك لي تروا ديرني سي بوسيبل لي تروا ديرني زان، يعني اذا كان عندك سيرتيفيكا دو ترافاي لثلاث سنوات، هما دالوك بين قوسين ثلاث سنوات، ولكن تأكد أنك كلما كانت مدة عملك أكبر كان عندك الحظوظ للحصول على الجنسية الفرنسية أكثر. كونترا دو ترافاي اون كورت، ما اللي راهي في حال الوقت الحالي، لا وين راك تخدم في حاليا، لي تروا ديرني بيلتان دو سالير، ثلاث كيما نقول لي بيلتان سالير، لي فيش دو باي تاعك لي تروا الاخرين، افي دامبوزيسيون. طبعا لازم لك على الاقل تشوف هنا، راه كما راكم تشوفوا، لان هذه الصوره اخذتها من الموقع الرسمي للسلطه الفرنسيه، هنا يقول لك امبوزيسيون دي 3 ديرنيير زاني، يعني ثلاث سنوات باللي راك تخلص لي زامبو منذ ثلاث سنوات اللي راك راح تحصل من مديريه الضرائب بفرنسا، بيلتان دو سالير دو نوفمبر اي ديسمبر دي ديرنيير زاني، يعني لو بيلتان سالير ثاني للسنوات الاخيره لازم يكونوا عندك، ويكون تمد لهم ايضا بوردرو دو سيتياسيون فيسكال موديل بي 237. هذا الموديل، هذا البوردرو، هذا سو بوردرو اللي فو لو دوموندي اوبري دي زوتوريتي تاع الضرائب كما يقولوا، تقدم طلب اونلاين عبر الانترنت ويبعثوا لك هذه الشهاده، بها تقدر تقدم الملف. وإذا كنت كوميرسون، سي فوزيت ان كوميرسون، لازم عليك انك تقدم اكستري دي ماتريكولاسيون او ريجيستر دو كوميرس او دي ميتي، يعني لا كارت ارتيزان، ستاتيو دو لا سوسيتي بور لي ديريجون، يعني لو ستاتيو تاع المؤسسة تاعك، بيلون فينونسي دي تروا ديرنيير زيكزيرسيس، دونك ثلاث سنوات الاخير لازم تقدم لهم البيلون تاعك، ولازم من المستحسن يكون بوزيتيف، لان هذا يجعل عندك الحظوظ ايضا. بوردور دي سيتياسيون فيسكال دو لا سوسيتي اللي لازم تطلبها من طرف المحاسب تاع المؤسسه تاعك، افي دامبوزيسيون دو نو امبوزيسيون دي 3 ديرنيير زاني، لازم عليك تقدم هذه الشهاده اللي منحوها لك من ايضا مديريه الضرائب، ايضا البوردلو دو سيتياسيون فيسكال موديل توجور 237 التي تمنح ايضا من مديريه الضرائب، كما راكم تشاهدوا في هذا، حتى وان كنت كوميرسون هما يبحثوا توجور كم انت تقوم بدفع مستحقات الضرائب، كم انت تشارك في بناء هذه الدوله الفرنسيه،
يعني شوفوا هذه النقاط وتعرفوا باللي فرنسا مبنية على الضرائب، وإن كنت تدفع ضرائبك فيحق لك المطالبة بالكثير من الحقوق. ثم إذا كنت متقاعدا عليك ما عليك إلا أن تقوم بتقديم تيتر دو بونسيون بلي راك متقاعد، ديرني بوردو دو فيرسمون دو لا بونسيون، تطلبوا من مديرية، ليس من مديرية الضرائب وإنما من الجهة مديرية التقاعد التي تأخذ منها التقاعد تاعك، افي دامبوزيسيون او دو نون امبوزيسيون دي تروا ديرنيي زاني. يعني لازم مديرية ضرائبك تخلص كما يقولوا الامبو سور لي ريفوني 3 سنوات الاخيرين، لازم تكون تحضرهم ايضا لانهم سي امبورطون بور. وعندك ايضا بوردرو دو بوردو فيسكال موديل 237 نفس الشيء. ثم علينا المرور الى الجزء الاخر من هذه الوثائق، الى يعني نقطه اخرى، هو النقطه الثامنه، هو هم لي ديبلوم و اتيستاسيون لي يثبتوا لك المستوى لمعرفتك للغه الفرنسيه. وفي هذا الشان المطلوب هو سي لو بي 1 بي 1 لانه يعادل او البي 1 تمت وضعه وتم وضع قوانينه على اساس كما يقولوا الكادر اوروبيان كومان، يعني بنفس الشروط على المستوى الاوروبي. والبي 1 لازم يكون عندك، ونديروا اون فيديو اخرى ان شاء الله ونهضروا على البي 1 وكيفيه الحصول عليه وكيفيه. ولكن اذا كنت تمتلك وثائق اخرى مثلا ديبلوم ديليفري بار اون اوتوريتي فرونسيز اون فرانس او ا ليترونجي، يعني اذا كنت عندك شهاده تم منحك من طرف السلطات الفرنسيه او في الخارج باللغه الفرنسيه ومن مدرسه تكون معتمدة من طرف الدولة الفرنسية، فهذا يجعلك لا تحتاج إلى البي 1 هذا. أو يكون عندك ان ديبلوم سبيسيفيك اتيست دان نيفو دو كونيسونس دو فرونسي او موان ايكيفالون او نيفو بي 1، تسمى لازم يكون عندك شهادة معادلة للبي 1 مثلا لو تيست دو كونيسونس دو فرونسي تي سي اف. لو تي سي اف إلي روكوني اون فرونس إلي ديليفري بار لو سي اي بي مثلا، او يكون عندك اتيستاسيون تي او اف دو لا شامبر دو كوميرس، ان في فرنسا غرفه التجاره تقترح تكوينات فيما يخص التي او اف، واذا تحصلت من طرف غرفه التجاره فهذا يعادل ايضا البي 1 ولا تحتاج الى ان يكون لديك البي 1. يعني هناك وثائق معادلة لهذه الشهادة، وسنضع فيديو بحول الله مستقبلا تتحدث عن كيفية إثبات مستواك واندماجك في اللغة الفرنسية. طبعا هذه هي الأكثرية اللي لازم تعرفهم. ثم يأتي يفو جوستيفي اوسي لو مارياج تاعك، الزواج. إذا عدنا إلى الوراء فجوستيفي سي فو فيفي اون كوبل، إذا كنت تعيش مع زوجتك. في حالة ما إذا كان كنت متزوج عليك أن تحضر كوبي انتيغرال دو لاك دو مارياج ليك أنت والزوجة تاعك. توت بون هما يقولوا لك سي نيسيسير، مي في حقيقة الأمر توت دوكيمون جوستيفيون دو ليدونتيتي دو ليبو، يعني شهادة ميلاد تاعها وشهادة ميلاد تاعك وعقد زواج لازم يحضروا في ملف طلب الجنسية. ديسيزيون دو توريزون لونتري اون فرونس دو فوتر ايبو، إذا كان زوجة تاعك جاءت من الخارج لازم يكون عندك وثائق تثبت أنها دخلت بطريقة شرعية، إلى غير ذلك من الوثائق الخاصة بالزوجة. سي با لا بين دو بارلي سور لو باك سي لا كومبيناج لو باس لو باس سي لو كومبيناج سي اوتر شوز، يوما ما سأتحدث عنهما، ولكن اليوم انا نهضروا على المارياج. واذا كانت اذا كانت يعني وزي ديفورسي لازم عليك انك تجيب لاتيستاسيون دو ديفورس كوبي انتيغرال دي زاكت دي ديفيرون مارياج، في حتى اذا كانت تزوجت عاودت زواج مثلا زواجك ثم قمت بالطلاق ثم قمت بالزواج ثم قمت بالطلاق، عليك ان تحضر جميع الوثائق الخاصه بالزواج القديم تاعك قبل هذا الزواج اللي راك فيه حاليا، وتحضر لي ديفورس ايضا، لازم تجيب لي ديسيزيون ديفورس قرارات الطلاق التي منحت لك من قبل، هذا شيء لا اشكال في ذلك. واذا كان الزوجه تاعك متوفيه، في حالة ما إذا كان زوجة متوفية لازم عليك أنك تعطي لهم لاك دو ديسي، لاك دو ديسي تاعها. هذو هما الوثائق فيما يخص هذا رقم 9
si vous vivez en couple, كيما يقولوا justificatif si vous avez déjà été marié, divorcé, يعني قلت لكم كيفاه, ولازم ايضا enfants à charge, les enfants à charge, justificatif si vous avez des enfants à charge, les enfants à charge حاجه باينه, اذا كان عندك عايش معك اولادك في فرنسا, ما عليك الا ان تقدم كوبي انتيغرال دو لاك دو نيسونس دو شاك انفون, يعني شهاده ميلاد لكل طفل. Et pour les enfants adoptés, il y a un compte B qui me colle l'adoption. Il y a un effet de jazz. Il te parle le kafala, voilà qu'une différence, c'est l'adoption. Le kafala, la tuchad bain et atibar fi admi lefli, en le kafala, c'est y a shahada, munahat min mahkama. أجنبية سواء الجزائر أو تونس أو المغرب, لأننا في دولنا الأصلية نتعامل بالكفالة نسبة لديننا الذي لا يسمح لنا بخلط الدم, ولكن في فرنسا لازم يكون عندك أدوبتي ليجعلوا ابنك الشرعي بفرنسا. Le jugement d'adoption, لازم يكون عندك un jugement d'adoption original, كما يقولوا original, لازم يكون أصلي. Ces mentions de nationalité française ne figurent pas dans la copie intégrale de l'acte de naissance, certificat de nationalité française pour les enfants français. إذا كان الأبناء تاعك فرنسيين, ما عليك إلا أن تقدم شهادة الجنسية الفرنسية بالنسبة للأبناء, زائد ما تنساوش شهادة جميع الشهادات المدرسية, إذا كان أولادك حاليا يتمدرسون, alors لازم لك pour les enfants scolarisés copie du certificat de scolarité de l'année en cours, اللي راهم فيها. Pour l'enfant non scolarisé, copie de tout document justifiant de leur résidence à votre domicile. يعني كل دليل يثبت أنهم يسكنون معك في الدار في البيت. Pour bon et voilà. Donc هذه فيما يخص الأبناء اللي راهم à votre charge. أيضا كما يمكنك يعني نعطيكم بعض المعلومات. يمكنكما أيضا وضع وثائق أخرى إضافية في حال ما إذا كان كنتم تمتلكون وثائق ترونها يعني تفيدكم في طلب الجنسية فهي جيدة, فمثلا إذا كنت عضو في جمعية وتنشط في جمعية, ما عليك إلا وضع وثائق تاع الجمعية, وإذا كنت في حزب سياسي فرنسي عضو في حزب سياسي فرنسي عليك أن تثبت ذلك, فهذا يزيد من حظوظك للحصول على الجنسية الفرنسية. طبعا جميع هذه الوثائق اللي لازم تحضرها يا أخي أو يا أختي ما لازمش يكون عمرهم أكثر من 6 أشهر, يعني لازم توجدهم قبل 6 أشهر, لازم تقوم بإيداع الملف قبل فوات 6 أشهر من تاريخ إحضارك لهذه الوثائق. وإذا كانت الزوجة تريد أن تطلب ملف معك يعني الكوبل, أو إذا كان الزوج يريد أن يضع ملف, فعليكم بوضع كل واحد ملف وحده, يعني si les deux membres d'un couple veulent déposer une demande de naturalisation, alors ils doivent constituer deux dossiers différents, يعني كل واحد بالملف تاعو, ما تقدروش ديروا ملف للشخصين للزوج والزوجة ملف واحد في نفس الوقت, وإنما كل شخص لازم يكون عنده ملف تاعو. Pour les documents, donc لازم يكونوا كاع ريديجي en langue française, وإذا كانوا باللغة العربية أو اللغة أخرى يجب أن يتم ترجمتها من طرف مترجم رسمي. أتمنى أنني قد قدمت ولو القليل لمتتبعي, ونتمنى لكم الناس اللي راهم مقبلين على طلب الجنسية في هذا الشأن عن طريق الإقامة بفرنسا, نتمنى أني وضحت بلغة عربية بعض المعلومات اللي تحتاجوها, ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله, ومستقبلا أنا رايح نعطيكم معلومات أخرى في حالة ما إذا تم رفض ملفكم كيفية التعامل معه. تحية طيبة مني إليكم جميعا, ولقائي معكم يوم آخر ويوم الاثنين القادم في نفس السلسلة, وتبعوا معايا وربي يجيب الخير إن شاء الله, وربي يوفقكم أجمعين, وربي يجيب لهنا لنا وجميع بلداننا وجميع أولادنا وجميع أبائنا, وربي يشفي ثاني المرضانا, وربي ايضا ادعيوا معايا خوتي الناس بور لي سون بابي اللي راهم يجيو عن طريق الفلايك ويجيو عن طريق الادغال من تركيا, ان ربي يوصلهم بخير وربي ينجحهم ويربي ينصرهم ان شاء الله, واللي سون بابي اللي راهم بلا خدمه ربي ان شاء الله يفتح عليهم البيبان ويفتح على امه محمد والمؤمنين اجمعين. بسلام لكم.